قادمة بالكابون. إذن المقابلة فوق الصفيحين الساخنين لموسم من موسم جميلة في الخليج العسكري. قلت حق طنجة بعد غياب 8 سنوات ضمن قسم السريع لفريق الاتحاد الجديدي على الاغتراف. تغطية أسامة، تغطية أسامة وليدي كبير سينو. أول اختبار للحارس، أول اختبار للحارس، وتسديدة قوية ديال أنور جيد ما مشاتش بين الزاوية 90 اليسرى لمرمى الحارس محمد لينا الذي ربما يجرب حظوظه على اعتبار الحارس الرسمي يلعب بشكل جماعي دفاعا. يعني هنا ترتبط حال خروج المدرب عبد الرحيم طالب، رتب أمور كثيرة وغير أمور كثيرة على مستوى التموضوع، على مستوى الأداء العام والاستراتيجية التي يناقش بها المقابلة لكل المدربين. على مستوى الاسترجاع، كرة جميلة، كرة جميلة، كرة صعبة، زينو جميلة جميلة، واحدة من الإمدادات الهجومية لفريق دفاع الحسن الجديدي. ولا ميديا كيتلي فوري دول 24 ربيعا تزيد قوية. لكن الزاوية الأولى كان صعب أنه يشجع في الزاوية الأولى حيث يتواجد بشكل صحيح الحارس مهم لينا. مراكش عن آخره يخلق رشة داخل الفريق الوطني للعودة بشكل زاوية زاوية زاوية. هناك كوليبالي سونغو لاعب الإفواري 29 سنة، ارتقاء للحسناوي. أخطاء الوجه، أظن أكرم يوسف، أظن أكرم بالفعل وأكرم يوسف. أول فرصة جديدة تضربت مرمى طنجية، ذكر بأنه بطبيعة الحال رينار غتكون عنده رؤية أخرى بطبيعة الحال في مفكرته بطبيعة الحال. تطرقت الآن لمعطيات كثيرة فرطت في لاعبين من طراز الرفيع، جهودات كبيرة بديت من طرف رينار حتى من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سي فوزي بزاع لإقناع الرجل المؤكد الآن وأن بوفان هو لاعب رسمي في الفريق. إلى جانب العديد من الشباب كمطلع من أجاكسيو، هناك بطبيعة الحال عنده كل مقومات النجاح ليكون في المهم. كرة جديدية جات لكوليبالي، كوليبالي وعبيد تحكيم، عبيد تحكيم زيرو. يمكن نقول محاولة انتحارية، يمكن نقول محاولة انتحارية لدفاع فريق اتحاد طنجة على درجة عالية. خالق عرضية جميلة تمشي عند حمودان، لامورتي جميل أمام المدافع الأيمن، هل يخترق؟ حلو كثيرة يمرر، فكرة جميلة عرضية، إنما من يلتحق؟ تمتد لعشر سنوات قادمة في مدى كونتر أتاك زيدو. حمودان فوق المرمى. قلت هناك استراتيجية جديدة تستهدف العقد القادم من الآن حتى 2026. بطبيعة الحال هناك لجنة مشكلة مع عديد من الأشخاص هي اللي تشرف على المشروع، قدمت استراتيجية جديدة من ضمن الجانب القانوني والجانب الإداري والجانب التقني. فبطبيعة الحال من ضمن النقط التي تدخل ضمن استراتيجية جديدة هي بعض الأشياء التي قد تعبث بمستقبل اللاعبين، هنا دور التوجيه والتأطير تفاديا للأشياء التي قد تزيغ باللاعبين وتخرج بهم لي عن المسار الصحيح. الحكم بوشعب الحرج بعد 45 دقيقة. We'll be right back.